الشغل بتاعنا بنرسم على ورق على ورق. فلازم يكون عندي حاجه ده ارسم عليها دي عباره عن ايه؟ ده بنسميه مستوى ارتباط بنسميه بروفيشن لين. كويس؟ دي اول حاجه اسمها يعني اول عنصر مع عنصر اسقاط مستوى اسقاط. تمام؟ هو ببساطه اللوحه اللي هرسم عليها. كويس؟ الحاجه الثانيه الحاجة اللي هنرسم دي. الحاجة اللي هنرسم نشاور دي. أو الحاجة اللي عايز ارسمها لازم أعرفها. اللوحه او المستوى اللي انا ارسم عليه ايه بقى اتجاه الاسقاط؟ طبعا من منطقي ان اي حاجه ترسمها حتى باتجاه النظر بتاعك بيطلع الرسم. يعني ايه؟ يعني لو واحد بيبص للاشاره دي من الجهه دي غير ما واحد بيبص لها في الاتجاه ده غير ما واحد بيبص لها من تحت يختلف. يعني دايما اتجاه النظر هو ده اللي بنسميه اتجاه الاسقاط. يعني انت بتبص للشكل ده من اي اتجاه ده بيفرق معايا. يعني الرسمه اللي انا هرسمها دي بتعتمد كمان من ضمن العناصر بتاعتها ان انا اتجاه الاسقاط بتاعي او اتجاه النظر بتاعي بعمل ازاي. كويس؟ ده عاده يعني انا اضطر اقعد اجيبني يعني تعرف كل شويه ان هو بيتحدد ازاي. يعني زي مثلا اتجاه الاسقاط كده. اتجاه الاسقاط. خلاص؟ ادي عناصر الاسقاط ثلاثه. يعني عندي جسم. كويس؟ وعندي مستوى اللوحه اللي ارسم عليها وعندي اتجاه الاسقاط. عايز ارسم ازاي ده؟ موضوع عمليه البروجيكشن دي. ايه الفكره النظريه بتاعتها؟ الفكره الاساسيه بتاعتها ايه؟ انك تتخيل انت تيجي تقسم السطح بتاعك ده مجموعه نقط. تقسم السطح بتاعك ده مجموعه نقط. كويس؟ وبعدين ابدا كل من النقطه من دول اسقطها هنا. او اعمل لها بروجيكشن على المستوى ده. ازاي بقى تفتكر؟ يعني زي مثلا النقطه دي اسميها ايه مثلا؟ عايز اقسمها هنا. اعمل ايه تفتكر؟ اه خلي بالك بقى ايه اهميه جهه الاسقاط ده؟ يعني ايه؟ يعني انا عايز اسقط او اعمل بروجيكشن للنقطه دي في الاتجاه ده، ما اعمل ايه؟ اجي ارسم منها كده خط وارجع الاتجاه الاسقاط. ارسم خط كده وارجع الاتجاه الاسقاط. الاتجاه الاسقاط ده جبل، يعني انا هفترض دلوقتي ان الثلاث حاجات دول جبل، عارف؟ المستوى جبل والسطح جبل والاتجاه ده جبل. حد بيطلب مني ارسم ده هنا، فانا هعمل ايه؟ ارسم ده النقط وابدا كل نقطه من دول اسقطها على المستوى ده، زي ان انا ارسم منها خط مستقيم او ستريت لاين بارلل للاتجاه ده. كويس؟ طب دلوقتي الستريت لاين ده المفروض هيتقطع مع المستوى ده في ايه؟ اي خط مستقيم او انترسكشن من الستريت لاين وفي ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ نقطة، صح؟ يعني انت لو اتخيلت كده ده خط مستقيم اهو ودي السبوره بتاعتها. الانترسكشن او النقطة المشتركة بين الخط ده والبين ده نقطة. الانترسكشن بين خط مستقيم واثنين دايما نقطة. كويس؟ الخط المستقيم اللي انت هترسمه ده هيتقطع مع مسافة نقطة. سميها مثلا اي 1. تمام؟ طبعا كل الكلام ده مجرد بس رسم توضيح، يعني الكلام حتى مثلا النقطة دي ليه رسمتها هنا ليه ما رسمتهاش هنا او هنا، ده مجرد بنسميه رسم توضيح بس اوصل لك فكرة الاسقاط عباره عن ايه. ازاي بقى اعمل الكلام ده بالتفصيل ده لسه هنتعلمه. وهكذا مثلا عندي نقطة ثانية مثلا كده دي سي اي حاجه. كل نقطه من دول ارسم منها خط يوازي الاتجاه ودي من التقاطع مثلا بي 1. ارسم خط يوازي الاتجاه ودي من التقاطع مثلا بي 1. اوصل بقى النقط اللي هتطلع لي في بعض كده تطلع لي المسقط اللي انا بدور عليه او الرسمه اللي انا بدور عليها. يعني دي عباره عن ايه؟ او بكتبها كده. لو انا مثلا فرضت ان الاتجاه ده اي ده عباره عن ايه؟ مسقط بروجيكشن بالظبط في الاتجاه اهو. خلاص؟ ليه كلمه في الاتجاه اهو؟ لان لو اتجاه الاسقاط ده كان في الاتجاه ده مثلا كده كان الشكل ده هيختلف، يعني الرسمه كده مختلفه. ازاي بقول لك ده المنطقي؟ انت لو بتبص حاجه
لو واحد مستوعب في الجهة يشوف حاجة، لو واحد مستوعب في الجهة يشوف حاجة مختلفة، طيب؟ فدايما الجهة الاصطاب المحدد في المكان. فاحنا دايما عشان نسقط او نسقط اي حاجة لازم نعرف ثلاث حاجات. المستوى البسط عليه، السطح او الجسم اللي انا عايز ارسمه، ده نسميه مستوى الاصطاب، السطح ده الجهة الاصطاب بتاعي او دايركشن، طيب؟ على اساس كده بقى الناس قسمت انواع الاصطاب نوعين اساسيين. يعني عملية الاصطاب دي الناس قسمتها هم دول نوعين موجودين كل فين. انواع الاصطاب او بيسموها طرق، بلاش كلمه انواع، طرق. ايه بقى طرق الاصطاب دي؟ في طريقتين اساسيين. الطريقه الاوليه حاجه اسمها اسقاط توازي او بيسموه بارلل بروجيكشن، اللي هو اللي احنا شرحناه ده. يعني كلمه بارلل بروجيكشن يعني ايه؟ يعني دايما اتجاه الاشعاع دي نسميه، يعني الخط المستقيم انا بسيبه النقطه ده، لكن ده بيسموه بروجيكشن ليه؟ أو شعاع الإسقاط بالعربي، شعاع الإسقاط. فكلمة بارلل بروجيكشن يعني الرينج كلها والأشعة دي كلها والمستقيمات دي كلها بارلل لبعض. يعني كلهم بارلل، في نفس الوقت بارلل لاتجاه الإسقاط الورقي ده جدا بالنسبة لي. مش كده سموه كلمة بارلل بروجيكشن. كويس؟ طب إيه النوع الثاني بقى؟ النوع الثاني بيسموه إسقاط مركزي. أو بالعربي بيسموه سنترال. بروجيكشن خلاص، او الاسم المختصر بتاعه دايما حاجه اسمها سبيكت، او بالعربي بيسموه المنطوق. زي كان زي بعض الناس اللي فاتت، يعني الناس اللي فاتت تكون جميله، المفروض هو بيعمل حاجه برو يكون غالبا سبيكت ده المنطوق. يعني ممكن تكون اكيد سمعت كلمه منطوق قبل كده او كلمه سبيكت دي. طب ايه بقى البرسبكتيف ده او السنترال بوزيشن؟ عباره عن ايه؟ طب ايه العناصر بتاعته؟ برضه يبقى عندي مستوى الاصطاب ده، عارفه؟ ده اثنين اوفر بوزيشن خلاص، كده زي الاصطاب المتوازي بالظبط. وعندي الصف اللي انا عايز ارسمه، لو انا عايز ارسمه كويس. طب ايه الحاجه الثالثه؟ انا عناصر اسقاط ثلاثه، يعني دينوس بروجيكشن وجو. ايه الحاجه الثالثه؟ هنا كانت فيها اسقاط تمام؟ اسقاط المتوازي. طب هنا بقى بحدد الاسبكتيف، لازم دي نقطه بقى حد ثاني. خلينا نعملها كده من ثاني، يعني نقطه كده دي نسميها ايه؟ مركز اسقاط او سنتر او بروجيكشن. يعني دي هتبقى نقطة جدا. يبقى جدا عشان اعمل سنتر بروجيكشن لازم عندي ثلاث حاجات. ليه؟ اللي برسم عليه الاوبجكت زي بارا بروجيكشن بالظبط. الحاجة الثالثة ايه؟ نقطة انا مسميها سنتر بروجيكشن. كويس؟ زي بقى انا عايز ارسم السطح ده زي ما عملت هناك كده. المفروض ان انا هعمل ايه؟ هاجي برضه اقسمه نقط A B C وهكذا. كويس؟ وبعدين فكرة اعمل ايه بقى؟ كل النقطة من دول هسقطها هنا. ازاي بقى المرة دي؟ ببساطة انت هنا بتعمل ايه؟ بترسم من النقطة بارلل اتجاه الاسقاط اللي جنبه. خلاص؟ كده سموه كلمة بارلل بروجيكشن. هنا طيب هعمل ايه؟ نوصل النقطة دي بالنقطة الجنب اللي هي مركز الاسقاط، يعني اوصل الاثنين دول كده بخط مستقيم، خط مستقيم. لو مديت بقى الخط ده المستقيم اللي انا هرسمه ده كده، هيطلع المستوى ده في نقطة اسميها مثلا A1. تمام؟ مثلا عايز اوصل نقطة B، هدي موصل نقطة B كده مركز الاسقاط، لان دي جبنة كده ثابتة. اوصل دول كده ببعض لحد ما يطلع المستوى ده كده مثلا B1، وهكذا بس نقطة C وهكذا. اوصل كده النقط دي ببعضها يطلع لي B المسقط اللي احنا عايزينه. طبعا يطلع الشكل مختلف تماما عن الشكل، يعني انت لو نفس الحاجة، انا مثلا بتكلم عن نفس الشاورة دي، لو واحد رسمها عمل لها بره البروجيكشن واحد عملها بروجيكتيف، البروجيكشن بتاعها ده يطلع مختلف تماما. مش كده دول نوعين مختلفين عن بعض. يعني السنتر بروجيكشن حاجه والبارل حاجه ثانيه خالص. خلاص؟
ده غالبا مش هنتعامل معاه، يعني السنتر بروجكشن ده مش هندرسه، ممكن ناخد فكره عنه في من ثاني فكره بسيطه. ده اللي هيخش عمارك انت ندرس بقى الموضوع ده في التفصيل. موضوع السنتر بروجكشن ده والبرسبكتيف ده الموضوع الاساسي في قسم عمارك. قسم عمارك ده بالتفصيل لاربع سنين، يعني اربع سنين عمال ده الكلام. هنا مرتبط يعني لما تخش العماره او تخش في عماره يعرف ان البيت ده مرتبط تاني في الكوريشن او في الشكل يعني. خلاص؟ المكاتي ده دايما بيرتبط بالشكل، بيهتمش بالدايمنشن. لكن الفارق بروجيكشن ده هو اللي بيسوق الناس بتوع مدني او تاريخ ليه؟ لان اللوحه اللي هتنفذ دي اقدر اقيس منها دايمنشن. خلاص؟ يعني انا عايز اعرف الدايمنشنز بتاعت اللوحه بتاعت المشاور، يعني الطول ده كام؟ ده كام؟ عايز اعرف الكلام ده قد ايه؟ الدايمنشنز بتاعتها قد ايه؟ ما ينفعش ان انا اعملها بالسبيكتيف، لان السبيكتيف ما بيحافظش على الدايمنشن بتاعت الحاجه. لكن هو بيطلع لي الشكل بتاعها. لكن البايو بروجكشن بيحافظ على الدايمنشن وانا اعرف بقى الكلام ده في وسط حاجه. خلاص؟ في ناس طبعا بتقول لك ايه؟ ان البايو بروجكشن ده حاله خاصه للسن. ازاي طيب؟ يعني ده يعتبر سبيشال كيس من السنتر بروجكشن. ازاي؟ لو انا خليت نقطه السنتر بروجكشن دي تتفهم شمال نهائي، ايه اللي هيحصل للاشعه دي؟ ده بركه صح؟ يعني في ناس تقول لك كده، بس احنا ايه عشان ما نتلخبطش فكره من حكايه ما نبقاش احنا دايما يا اما عندنا بركه بريدكشن او ايه؟ او بريسبكتيف او سنتر بريدكشن. اعطي مثال على الامثله المشهوره على السنتر بريدكشن ده، موضوع التصميم. يعني ايه التصميم؟ يعني انت لو جيت صورت اي حاجه بالكاميرا كده خلاص؟ يعني اي حاجه كده بتصورها بالكاميرا. دلوقتي احنا بنفترض ايه؟ ان اشعه الافتراض يعني ان الاشعه كلها بتبقى خارجه من نقطه واحده هي مركز العدسه بتاعتها. فعمليه التصوير يعني ان اي صوره تتفرج عليها تعتبر شكل من اشكال البرسبكتيف. عشان كده ما تقدرش تقيس من الصوره. يعني انت ما تقدرش تصور واحد وتقول والله دي الصوره كده ده طوله 1.85 متر صح؟ او 1.80 يعني الصوره ما تقدرش تصور ما تقدرش تقيس منها دايمنشن. لكن هي تعتبر شكل من اشكال السنتر بروجيكشن او البرسبكتيف يعني. طب الفعل ده مثال عليه ايه؟ الظل، الظل بتاع اي حاجه يعتبر بره البروجيكشن. يعني ايه؟ يعني انت لو جيت هنفترض ان الشمس موجوده في مال النهائي. الناس بتعتبر ان الشمس موجوده بعيد قوي. فانا بفترض ان اشعه الشمس دي على ما بتوصل للارض بتكون اشعه متوازيه. فانت اي حاجه دلوقتي بتطلع في اتجاه اشعه الشمس يبقى لها ظل. صح؟ فالظل ده يعتبر بره البروجيكشن للحاجه دي. طبعا كل ما اتجاه الشمس بيتغير يعني اتجاه الاشعه دي بتتغير الشكل بتاع الظل ده بيتغير صح ولا لا؟ انت لو حطيت اي حاجه الشمس الظل بتاعها مستوي طول اليوم وده اللي انا بقوله عليه يعني اتجاه الاسقاط بيفرق في شكل الرسمه بتاعتي اللي انا عايز اكسبها. احنا بقى ندرس بالتفصيل موضوع الفارق في الهيبشن اللي هو ده اللي ندرسه بريسبكتيف ايوه طبعا ايه؟ لا ما هو الفاري بروجكشن ده لسه هقول لك دلوقتي ان هو في منه نوعين. يعني في نوع منهم هو ده اللي بيحافظ على الدايمنشن بالظبط احنا هندرسه. لا لكن اشعه الشمس لا طبعا الظل بتاع ما بيبقاش شكل حقيقي. يعني انت الظل بتاع اي حاجه ما تقدرش تقيس منها دايمنشن برضه. فاحنا اللي يهمنا هو الفاري بروجكشن ده. ده في منه بقى نوعين اساسيين. كويس؟ ده بس هنا عشان ايه؟ بقول لك ايه؟ امي حكيت لك ايه؟ ايه بقى نوعين اصليين؟ يعني خلاص عرفنا ان طرق الاثبات يا اما بلدي يا اما سنتر. خلاص سنتر ده قلنا هندرسه في قسم عماره التفصيل مش قلنا في البيزنس. البلدي ده بقى فيه نوعين. ايه بقى النوعين دول؟ حاجه اسمها ايه؟ اثبات متوازي من خلاص يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه دلوقتي؟ يعني كلمه اه متوازي ما كلمه مان او كلمه دي معناها ايه؟ او النوع الثاني اه متوازي عمود او بيسموه عمود ايه بقى الفرق بين الاثنين دول؟ يعني ايه الفرق بين كلمه ايه وسجنال او نورمال بتاعت السجنال؟
هما بيشتغل او قال ايه الفرق بينهم حسب بقى الزاويه اللي بتعملها اتجاه الاستفاضه والاشعه دي مع المستوى. يعني ايه؟ يعني والله لو كانت الاشعه دي مين على المستوى ده بس معنيه ده الزاويه اي زاويه اي كان على 90 او على 90 درجه ساعتها بنسميه اسقاط من يعني الاشعه مين؟ يعني تخيل مثلا ان ده المستوى ده بس معنيه عنصر ايه شعاع الاسقاط ده بيعمل مع المستوى ده زاويه دي. ده بنسميه الفرانكل. طب امتى اقول بقى اسقاط عمودي؟ لو انت خدت مثلا المستوى بتاعك كده انا بصمت عليه بنسميه دايما دي راس الماي. خلاص يعني دايما المستوى ده اسقاط ودي راس الماي. ونفترض مثلا ان انا عندي اي حاجه عايز اسقطها كده نقطه مثلا. طيب اسقاط عمودي بقى يعني ايه؟ يعني شعاع الاسقاط ده ان انا هقسمه علاقة بين المستوى العمودي عليه يعني المستوى دي 9 او الخط ده بالبنديكولار على البلين اوف بروجيكشن. خلاص هنا جت اسم السوبر بروجيكشن معناها ان اشعه الاسقاط دي عموديه. يعني بص الاقي المستوى بتاعي كده انا بصف عليه بص الاقي اشعه الاسقاط كلها متوازيه طبعا بس عموديه يعني المستوى دي كلها كده خلاص. بص هنا لو انت عندك نقطه كده عايز تسقطها يعني في نقطه انا عايز تسقطها على المستوى ده هنزل من النقطة دي بالدبلر على المستوى. طيب؟ والخط ده بقى هيتقطع مع المستوى في نقطة ده المسطرة اللي احنا ايه؟ ده بقى اللي احنا هندرسه. هو ده اللي انت بتقدر تقيسه في وده اللي انت على فكرة بتاخده في الرسم الهندسة. يعني برضه موضوع البارا الانتمائي ده برضه مش هتعرض للدراسة بتاعتنا خالص. ان ده برضه ما اقدرش اقيس منه دايمنشن. الا بشروط معينة بس يعني ايه طريقة ثانية؟ ايه طرق ثانية مختلفة يعني. لكن اللي احنا هندرسه اسقاط متوازي عمودي. خلاص كلمة متوازي معناها ايه؟ ان الاشعة دي كلها تبقى متوازية. وعمودي او سوبر معناها ان الاشعة دي كلها عمودية على الاسقاط. خلاص؟ يبقى احنا الكورس بتاعنا ده العنوان بتاعنا هنبتدي بقى. خلاص يعني العنوان بتاعنا كده بقول لك يعني الاسقاط العمودي خلاص؟ بقى كلمة عمودي يعني ايه؟ على مستويين متعادلين خلاص؟ أو العنوان ده اسمع الاسم المشهور بتاع الاسقاط ده هنا فين دلوقتي اسمه اسقاط من اسمه من خلاص؟ اقول لكم كلمه مونتي دي معناها ايه؟ اسم الراجل اللي اخترع الكلام ده. كده سمنا او القطع عمود زي ما انت بتقول خلاص؟ خلي بالك بقى يعني ما بقولش بقى كلمه اسقاط العمودي المتوازي لان خلاص كلمه معروف كلمه اسقاط عمودي يعني كلمة اتصال متوازي أصعب ملهاش معنى. يعني معروف في كل الدنيا كلمة مونت بروجيكشن أو سونا بروجيكشن معناها إن الأشعة كلها متوازية وعمودية عشان كده كلمة بارا دي مش هنكتبها تاني. إيه بقى اسقاط مونش ده؟ طبعا مونش ده زي ما بيقول الراجل الفرنساوي اللي هو اخترع الكلام ده. حط الحساس بتاع الكلام ده. وطبعا مونش ده ما اخترعش. هو ما اخترعش الكلام ده ما عادش يألفها. هو الراجل عمل إيه؟ بدأ يشوف الناس رسومات الناس قبل كده بترسم ازاي؟ الموضوع طبعا موضوع الرسم ده موجود من ايام الفراعنه. هو بدا الراجل يدرس يشوف الناس بترسم ازاي. يعني شوف الحضارات بقى الناس اللي قبليه الكلام ده هو طبعا اللي كان واحد مشهور قوي على فكره من علماء الحمد لله ازاي؟ جه مصر. يعني الراجل ده جه مصر كان من علماء الحمد لله ازاي؟ ودي حاجات كتيره في الناس. يعني هي طبعا برضه مشكله ان الناس برضه تقول لك ايه علاقه الاسقاط يعني مثلا ده مش اسقاط ورياضه، ايه علاقه ده بده؟ يا رب الناس في الرياضة بقى هي مشكلة طبعا هي مشكلة ان احنا ايه؟ يعني ما نعرفش المواقف مع بعض. طبعا انت عارف ان الرياضة فيها فروع كتير قوي يعني الناس في فروع كتير قوي صح؟ في كالكولس
نحط فيها الكاميرا حاجة اسمها الانسل كويس من ضمن بقى فروع الناس الشغل كويس من ضمن فروع الناس الشغل ده بقى شخصي الشخص اللي هو الاناليتيك الشخص اللي هو الاي بي اي بص بقى الجرافيك ده موصلين يعني هو الشغل المفروض فرع الفرع وراني الفرع ده كده بتاع الرياضه كويس يعني دي حاجات كتير عاملها مش هي مساله سوبر بروجكشن بس يعني بس هو عمل بقى القواعد الاساسيه بتاعت موضوع الفرع ده لو الروح هو بدا يدرس كل اللي قبليه وبدا يرسمه ازاي وبدا يكتب بقى قواعد يعني فوق القواعد اللي هي القواعد بتاعت السطر العمودي مش كده سموها الاسم انا وقفت الزياده بتاعت الكلام ايه بقى قواعد الرؤى الهدفيه؟ يعني اللي احنا هنتكلم بقى برضه ليه الراجل حط قواعد؟ يعني ايه الهدف ان انا احط قواعد؟ ان انت الفكره ان انا دلوقتي هختار ان انا اعمل شاور دي كويس؟ وعايز اقول لك خد الاستثناء خلاص وحددت ان انا عايز الاستثناء دي باستخدام طريقه هون او الاصول بروجكشن المفروض بقى لو انت رسمتها هنا واعطيت نفس الشاور دي لواحد في الهند ورسمها برضه في الطريقه بتاعت هون لازم يطلع لك الاثنين عاملين ازاي؟ حاجه واحده طبعا عشان كده بنحط احنا قواعد يعني انت بتحط قواعد ايه والا يبقى كل واحد يمشي بطريقه ملهاش معنى خلاص هو الراجل حط القواعد دي على اساس يخلي كل الناس ترسم نفس الطريقه يبقى انا لو هرسم رسمه باستخدام البرسبكتيف برضه البرسبكتيف ده جزء من العماره هيعرف القواعد بتاعته التصميم لو انا قلت لواحد استني البرسبكتيف في اي مكان في العالم يطلع نفس الرسمه كويس نفس القصه قطر عمودي لازم يكون ليه قواعد دي اللي حطها مونج قال ايه بقى من الدرجة؟ أول حاجة قال هي كده قواعد قواعد العمود أو قواعد العمود أول حاجة قال هي قال لك يوجد ولو بلاد يعني يوجد ثلاث مستويات عمدة وقف الكاميرا في يعني ايه بقى القاعده دي اول حاجه؟ فانا من شويه قلنا ايه؟ ان عناصر الاثبات ثلاث حاجات كويس؟ ايه الثلاث حاجات دول؟ اول حاجه الشكل او الصف اللي انا عايز اقسمه كويس؟ والحاجه الثانيه اتجاه الاثبات واتجاه الاثبات عرفنا خلاص ده هيبقى عمود ايه الحاجه الثالثه؟ المستوى اللي هصرف عليه صح؟ او اللوحه اللي انا هرسم عليها. فاول حاجه حددها وانت حدد المستوى بتاع الاسقاط عباره عن ايه؟ هو قال لك ان انت عشان ترسم اي حاجه ممكن تعمل لها ثلاث طرق للاسقاط في ثلاث مستويات شكلهم عاملين ازاي ثلاث مستويات دول؟ خلاص؟ عشان النموذج بتاعنا. ادي الثلاث مستويات دول. المستوى الاولاني بتاع كلمه لين اي حاجه ليها اثنين فان اكس وواي تو دايمنشن. ده المستوى الاولاني اللي احنا هنسميه مستوى الافق او الهورسونتال بلين ارسمها دلوقتي كويس وبعدين عمودي عليه كده يعني الزاويه دي المفروض كام؟ 90 درجه او 90 او بقى 200 يعني عمودي عليه مستوى ثاني كده ده بيسموه المستوى الراس او الوجه طبعا كلمه وجهي عشان في المواجهه يعني او بيسموه الفرونتال بلين يبقى ده الهورسونتال بلين والفرونتال بلين طب دول اثنين ايه الثالث بقى؟ عمودي عليهم هما الاثنين كده مستوى ثاني، ده بيسموه سايد بلين او مستوى ثاني. خلاص؟ هو الراجل قال لك ان انت اي حاجه عايز ترسمها ممكن اعمل لها ثلاث رسومات، يعني انت لو تخيلت مثلا دي كده نقطه ممكن ارسم لها ثلاث اشكال. يا اما ارسمها على مستوى افقي ان انا ابص لها كده. زي ما اتفقنا ليه ابص في الاتجاه ده؟ ليه ما ابصش كده؟ يعني ليه لازم ابص كده؟ لو انا بشوفها افقي. لان الاتجاه الاسقاط بتاعي لازم يكون عمودي. زي ما اتفقنا ده اللي احنا بندرسه. فانا لما اجي اخطط او ارسم اي حاجه لازم ابص دايما في اتجاه بربنديكولا للمستوى او اللوحه اللي ارسم عليها. خلاص؟ طب لو عايز ارسمها على الفرونتال بلين ده ابص لها ازاي؟ برضه بربنديكولا على ده يعني انا ابص كده. ابص حاجه كده. لو عايز ارسمها على السايد فيو او السايد بلين ابص لها في اتجاه. خلاص؟ فاحنا دايما اول حاجه مندي قالها في ثلاث مستويات ممكن اصرف عليها. هورزونتال فيرتيكال او الفرونتال او السايد بلين. طب انا في العنوان هرسم لكم ثلاثه بس عايز اوضح لك حاجه يعني. انا كاتب في العنوان ايه؟ الاسقاط العمودي على مستويين مش ثلاثه. ايه بقى الكلام ده؟
مرتين مش ثلاثة، لأن هو فعلياً وده اللي أنت هتعلمه في الرسم الهندسي. فعلياً أي حاجة عايز أرسمها عشان أعرفها لازم على الأقل أعرفها بالخطين. يعني أنت هتلاقي مش عارف تحط خط رسم ولا لسه، ده الدكتور هشام قال لكم إن دايماً أي حاجة ترسمها يبقى في بلان، في إنيفيشن، في سايد فيو. ثم نفس الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دايما، في انيفيشن بلان وسايد فيو. بس انا لو عرفت اثنين من ثلاثه اقدر استنى الثاني. اي اثنين من ثلاثه دول لو عرفتهم ده يبقى امتحان الرسم بتاعك الثاني. يعني انت امتحان الرسم بتاعك بيبقى عباره عن ايه؟ يجي هو مثلا يديك بلان ويديك سايد فيو ويطلب منك تستنى الثاني. خلاص؟ او يديني مثلا انيفيشن وبلان ويطلب مني اجيب سايد فيو. يعني انا لو عرفت اي اثنين من ثلاثه اقدر استنى الثاني. لكن واحد بس ما ينفعش. يعني ما ينفعش ان انا اديك الانيميشن بس واقول لك اكتب بلان وستاد فيو مش حاسبك كده. مستحيل عمرها ما هتحصل. او كان ينفع الكلام ده على اسقاط العمود. يعني طرق الاسقاط الثانيه مختلفه يعني برسبكتيف الواقع مختلف. كويس؟ فاحنا عشان كده الاساس بتاعنا ان انا على الاقل لازم يكون عندي مستويين. فبالتالي ده فايدته ايه؟ يعني دايما الهدف من المسقط الفايد فيو مثلا او المسقط الثالث غالبا عشان تستنتج منه خواص ثانيه. يعني انت ممكن مسقطين اثنين بس صحيح مكافئين. بس المسقط الثالث بيساعدنا اكتر. فاحنا عندنا ثلاث اجزاء بس احنا فعليا حتى في الشغل بتاعنا طول السنه احنا بقى يعني في الوصفيه مش هنحتاج المسقط الثالث. احنا دايما في المسقطين اثنين بس يعني هم مستقلين مش لو حبيت بقى في الشكل اللي انا عملته ده اللي كنا عاملينه ده. يعني حبيت ارسم كمان بتاع السنه الثانيه. معاك نفس بس يبقى عندي ثلاث مستويات بالمنطقه طبعا ده يعني ده كما لو كان انديكيشن للرسم للمستوى يعني لو ده الرسم الرمز بتاع المستوى. يعني ده المستوى الاولاني سميناه المستوى الافقي او المنطقه سميناه المستوى الافقي ودي له الرمز باي مارك كويس او بالعكس من دي سميناه هورزونتال عمودي عليه كده المستوى الثاني ده نسميه المستوى الراسي راس او الاسم الاشهر بتاعه او بنسموه الوجه لان زي ما قلنا بنبقى في مواجهه يعني بنسموه الفرونتا كويس وعمودي عليه هما الاثنين كده ده المستوى الثالث احنا بنسميه طبعا بنقول رقم فايف دي ده المستوى الثالث بيسموه المستوى الجليدي او السايد بي. وكان ده مش هنتعامل معاه تقريبا خالص، يعني كل شغلنا هيبقى معاه المستويين دول بس، الافقي والراسي. خلاص؟ طبعا خلي بالك يعني انت عشان تتخيل الرسمه دي يمكن طبعا هي مشكله الاسقاط ان هو يبقى في نسبه تخيل. يعني خلي بالك المستوى الافقي ده على طول السبوره والكرب. عمودي عليها كده. خلاص؟ بس طبعا مش هعرف ارسم في الهواء يعني ارسم في الهواء ازاي عشان كده بنسموه المنظر ده. خلاص؟ لكن اخلي في بالي دايما الثلاث مستويات كده او ادي المستوى الفرونتال بلين او المستوى الراسي او الوجهي وعمودي عليه كده يعني المستوى ده زي السطور. وعمودي عليه كده المستوى الاوبتي. اذا كان المستوى الاوبتي هو السطح بتاع الترابيزه. يعني كان انت هتبدا تعمل هنا السطور ده المستوى الراسي ده هو. كويس؟ بس احنا عارفين نفسي عشان اعرف ارسم على السطور بنسوي المنظر. وعمودي عليهم هم الاثنين اللي هو المستوى الثالث اللي هو ايه؟ كويس؟ فدي اول قاعده او اول حاجه اهمها مهمه. هو لقى ايه بقى؟ ان الثلاث مستويات دول طرق ثلاث مستقيمات او ثلاث هاكس او ثلاث محاور. ازاي؟ دلوقتي لما تجيب تفصيل كده، طبعا انت عارف ان اي تو بلينز بيتقطع في خط مستقيم. يعني تخيل انت ده مثلا ده كده بلين وده بلين تاني. وانا كلمه بلين يعني حاجه زي الورق. ام لو انا جبت الانترسكشن بتاع الاثنين دول يبقى عباره عن ايه؟ ستريت لاين خط مستقيم. فهو بونش لاقي ايه؟ المستوى هو ده. المستوى الراسي بيتقطع في خط كده. هو الخط ده كده. هو سمى الخط ده خلينا الاول نبقى نبقى نبقى
او الواي اكس اقول لك ايه دلوقتي يعني ده الواي كويس لا المستوى هو المستوى الجانبي دي دول القطع الخط كده اللي هو ده ده الاكس اكسس او محور راس وبعدين اخر خط بقى المستوى الراس المستوى الجانبي بيتاخد خط كده ده محور زد او زد اكسس ايه بقى الكلام ده؟ على شكل المجسم بتاعنا ده الكلام ده عامل ازاي؟ بص كده عشان تتخيل ادي المستوى الافقي والمستوى الراسي كويس؟ يتعرف في خط اهو في خط مشترك بين ده اللي هو سماه الواي الف كويس؟ بعدين هنا تلاقي المفروض بس انا مش هعملها عشان الناس اللي قاعده هنا تشوف يعني هنا في المفروض مستوى جليل تخيل في مستوى هنا كده مع المستوى يتقابلوا الخط هو ده خلاص ده بنسميه ايه؟ الاكس اكسس وبعدين المستوى بقى الجليل اللي هو هنا مع المستوى الراسي يتقابلوا الخط ده اللي هو خط الزد يعني عندي ثلاث محاور بتوعنا المفروض شكلهم عاملين كده بس الناس الخير انا شفت النموذج ثلاث محاور خلاص دول الثلاث محاور يعني محور اكس ده المفروض علاقته بالبورد يعني الخط ده المفروض علاقته بالسبورة عمودي عليها يعني هتقول انت عامل فيها ماي دي ما انا بقولك انا مش هعرف صفر الهوا يعني بالظبط الثلاث محاور دول عاملين كده محور اكس ومحور واي ومحور زد خلاص فانت تتخيلهم محور اكس كده ده كده مستوى هنا ده مستوى والعمودي عليه مستوى راسي وهنا الثاني ده مستوى جانبي بس احنا مش هنتعامل مع الجانبين لان هي بين الافقي والراسي بس هما دول تمام خلاص حد فاهم الرسمه دي عباره عن ايه؟ بقى دايما هو مونج بقى قال لك ان انا اختار ثلاث مستويات الثلاث مستويات دول بيقولوا ثلاث اكس هما اكس وواي طبعا احنا كنا زمان وهتلاقي الكلام ده كله من قدام الكليه من اغلب الكليات بتشتغل بالنظام القديم كانوا بيسموا ده الاكس وده الواي وده الزد. وصلنا هي الناس تتلخبط الكلام ده مع الفيزياء وايه الواي يعني الفيزياء والميكانيكا هي المحاور المختلفه. عشان كده قلنا نمشي نفس الشكل. وده الشكل الستاندرد يعني ده كل الدنيا الشكل الستاندرد بتاع المحاور بتاعتنا اللي هو النقطه ده اللي هو اكس اللي هو المفروض اللي انت عامل فيها ده الراي ده الراي ده الاكس اللي هو عمودي على السبوره عمودي على المسار الراسي والواي وده الزد. ده بيتكلم على كده يعني خلاص الحاجه الثانيه بقى الصاله الثانيه اللي قالها مهم طبعا الثلاث اكس دول بيتعملوا في ايه؟ النقطه هنا الثلاث محاور دول بيتعملوا في النقطه دي اللي احنا بنسميها ايه بقى؟ الاوريجن او بالعربي نقطه عشان كده الكلام ده مكتوب بالعربي يعني نقطه الاصل كلمه نقطه الاصل يا الاوريجن او نقطه السيما اللي هي نقطه الاصل ثلاث مستقبلات القاعدة الثانية اللي قالها مونج عبارة عن ايه؟ قال لك التمثيل وبعدين يقول لك كده. ده بس الأول هقول لكم معناها ايه؟ التعيين أي نقطة في الفراغ يلزم معرفة ثلاث أرقام أو شركة للثلاث ذاتيات كلمة الكاس اللي هي الكوردينيت خلاص تعيين أي نقطة الروك بلاد يعني أي نقطة يلزم معرفة ثلاث أرقام وثلاث أساسيات إيه بقى تمثل إيه؟ تمثل بعد هذه النقطة عن المستويات الرئيسية الثلاثة. خلاص؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو الراجل قال لك ايه؟ ان انا عشان احدد اي نقطة في دايمنشن لازم اعرف لها ثلاث اطفال او ثلاثة كورن اللي هم اكس واي وزد يعني. ايه بقى بيمثلوا ايه دول؟ الثلاث ارقام اللي انا هقولهم دلوقتي يعني تمثل بعد او المسافة يعني بعد هذه النقطة عن المستويات الرئيسية الثلاثة اللي هم ايه الثلاث مستويات اللي هو قال عليهم هم الافقي والراسي والجانبي.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بيقول لك انت عشان ترسم اي نقطه بس ترسم اي نقطه على الشكل ده وتوصل اي نقطه الديمنشن يدخل على كده ثلاث ارقام زي مثلا انت كده نقطه ايه؟ 5 3 و8 خلاص؟ اقول لهم ايه؟ اكس واي زد هي الكوردينت بتاعت النقطه دي. طب ايه بقى الثلاث ارقام بتصير ايه 5 ايه 3 وايه 8؟ اولا يعني عاود نفسك برضه ان احنا في الاسقاط الشغل بتاعنا كله بالسنتيمتر. لان احنا ما بنكتبش اليونتس اللي دي معروفه. يعني دايما الشغل بتاعنا كله بالسنتيمتر. دايما الارقام بنفسرها زي ما هي 1 تو 1. يعني انت هتقعد في الرسم انت ممكن ترسم سكيل. او في الرسم محتاج ترسم سكيل. لكن احنا في الاسقاط ما بنستخدمش سكيل في الرسم. هي الارقام زي ما هي برسمها ازاي. طيب فالارقام دي كلها بتصور. طب بتمثل ايه بقى؟ معناها ايه؟ هو بقى مهم قال لك ان الثلاث ارقام دول هيمثلوا بعد النقطه عن الثلاث مستويات. يعني ايه الكلام ده؟ عشان ايه الناس؟ احنا اتفقنا ان انا عندي ثلاث مستويات اهو، ده مستوى افقي وده راسي وده مكاني. كويس؟ زي مثلا احنا عندنا نقطه اللي هي زي كده مثلا، دي نقطه ايه؟ خلاص؟ النقطه دي تبعد عن المستوى الافقي مسافه كده صح؟ يعني تبعد عن المستوى الافقي مسافه. طبعا كلمه بعد او مسافه بقصد بيها مسافه عمليه يعني. يعني حد يقول لي ميه كده لا بقصد من المسافه دي من الزاويه دي 90. تبعد عن المستوى الافقي مسافه وعن المستوى الراسي مسافه كده صح؟ وعن المستوى الجانبي مسافه. هو بص بيقول لك ايه؟ ان النقطه دي عشان اعرف احددها لازم اعرف الثلاث مسافات دول. لو في واحده من الثلاثه دول مش عارفها مش هعرف اوصلها، يعني النقطه دي بتبقى انجن او انون بالنسبه لي، خلاص؟ يعني عشان تبقى النقطه عارفها لازم اعرف بعدها عن الثلاث مستويات دول اللي هم الارقام دي 5 و3 و8، كويس؟ طب الخمسه دي يا ترى بعدها عن اي مستوى من الثلاثه؟ الاكس بتمثل ايه؟ البعد عن المستوى الراسي، يعني بسبب الاكس دايما في الاكس بتاع النقطه بيمثل البعد عن المستوى الراسي. ليه طيب؟ هتعرفوا ليه؟ كام؟ ليه؟ خلاص؟ واي يسمعش عن مستوى جديد، طيب ليه؟ ما دايما اي نقطه هيديك هو الثلاث ارقام دول يمثلوا ايه دول في الفراغ؟ بعد النقطه عن الثلاث اللي هم اكس وواي وزد، نفس التركيب ده. اهميه ايه؟ يعني اهميه نعرف المعلومه دي. هتلاقي ان احنا بنيجي مثلا بعد كده في المسائل يقول لك ايه؟ مثل نقطة ايه؟ 5 2 وعدد استثمار تمام؟ بص بقى خلي بالك يعود نفسك برضه على الموضوع ده. اي نقطة عشان ارسمها لازم اعرف ثلاث ارقام. لو واحد من ثلاثة ما هوش موجود يعني امسكها زي كده في نقطة انون. النقطة دي مجهولة بالنسبة لي، لازم أعرف الثلاثة، هتفهم ليه دلوقتي؟ يعني لو واحدة منهم مش عارفة مش هقدر أرسمها. فهو يقول لك إيه عشان يكمل لك المعنى، يقول لك إيه؟ مثل نقطة إيه؟ المنظر ده علما أن النقطة إيه؟ تقع في المستوى الأفقي. خلاص؟ يعني إيه بقى الجملة دي؟ يعني هو ما ساليش الزد بتاعت النقطة بكام؟ ما ساليش الزد بتاعتها بكام؟ بس جيب الكلام ده قال لي معلومة. إيه بقى المعلومة دي؟ قال لي إن النقطة إيه اللي أنا عايز أرسمها دي تقع في المستوى الأفقي. خلاص؟ يعني إيه يعني تخيل كده المستوى الأفقي أهو. كويس؟ تخيل ده المستوى الأفقي. يعني الزد النقطة بتاعتها مش كده، لا وقع في المستوى الأفقي. يعني الزد وصفر. طب الزد بتاعتها بكام؟ يعني لما النقطة وقع في الأفقي يا بعدها عن الوقت كام؟ زيرو ملهاش بعد، يعني جزء مستوى الوقت. مش كده تبص ليها ليها ايه؟ ليها اكس وليها واي. يعني ليها اكس ليها قيمه اكس وليها واي. لكن ملهاش ارتفاع، ملهاش اكس. هو يقصد من كده ان انت عشان تعرف تفهم معنى الارقام دي ولا لا، يعني انت دايما تعود نفسك ان انا لازم افهم هي الهدف ان انت يعني تتخيل، تقدر تتخيل بشكل عام ازاي. وعايزك تشوف وعايزك تشوف انت فاهم معنى الاكس والواي والزد ولا لا، يعني مش مجرد ارقام
لأنه يمثل مسافات اللي هي بعد الموقع عن الثلاث مستويات الضغط. يعني ايه؟ يعني الجملة دي كده معنى ايه؟ ان Z تعتبر ايه؟ equal to عشان قال ان النقطة تقع في المستوى، لكن النقطة دي 5 و2 و2 خلاص. يبقى انا كده عرفت الثلاث ارقام اقدر استخدمها. مفهوم؟ فدايما تبقى عارف ايه؟ الكلام ده يعني الثلاث ارقام دول بتستخدمها. طب عايزين نرسم النقطة دي على الشكل بتاعنا ده. نعملها ازاي؟ ببساطة ان انت بتبدأ تمثل الارقام دي حسب الاشارة بتاعتها. هنخليها دلوقتي الاشارات كلها 5 و3 و8. ابدا ليه مثلا على الشكل ده ابدا الاول من دول في المحور الاكس بتاعي لو ضغط صح ما نعرفش عليه كام 5 سم وفعلا النيوز بتاعتنا 5 سم مش عليه 5 سم 1 2 3 4 5 خلاص من كده ايه يساوي 5 سم بعدين بس النقطة دي هو يعني دايما الدرج دي اللي فيها نقطة نقطة دي وانا ببدا ايه خلاص قربنا كده على المحور اكس 5 الوزن كام؟ 3 اكس ازاي طيب افتكر اه محور واي فين؟ هو ده مش هيجي عليه بقى لا اخر نقطة وصلت لها اللي هي دي امشي كده الوزن دي 3 دي 1 2 1 2 3 طبعا بس وجاب دلوقتي ايه؟ مش لازم نقيس بالظبط. يعني كده واي تساوي 3 تمام؟ وبعدين الزد بكام بقى؟ 0 8 عاملها ازاي؟ اطلع بقى كده ايه؟ 8 سم فوق. اطلع فوق كده 8 سم، 1 4 5 6 7 8 خلاص دي كده تيس 0 8 فعلا ان لو واحده من الثلاثه دول ما انتش عارفها مش هتعرف توصل للنقطه. ده الكلام اللي قاله مونتي. يعني مونتي قال لك ايه؟ التعيين يعني عشان اعرف من اي نقطه في دايمنشن لازم اعرف ثلاث ارقام او ثلاث نسبيات. فانت عشان توصل للنقطه ايه دي؟ لازم اعرف لها ثلاث نسبات اللي هم الاكس والواي والجي تمام؟ وبعدين طبعا لو انت برضه فتحت وصف متغيره لسه هتلاقي النقطه كده النقطه بتاعتنا ايه؟ دي النقطه انا عايز اوصل لها تمشي ازاي؟ خلي بالك دايما اكس هو العمودي على السطح او عمودي على المستوى. فانا هبدا من نقطه برج اللي هي دي هنا نقطه برج اللي هي دي النقطه دي امشي كده اكس تمام؟ بعدين ادي ماشي واي وادي طالع فين؟ هتلاقي انت بتمشي ايه؟ واي وادي طالع فين؟ توصل للنقطة الثانية خلاص؟ لو عايزين نرسم بقى النقطة ايه دي؟ زي ما اتفقنا ان احنا عندنا ثلاث مستويات اي حاجة هرسمها بعد كده بيبقى ليها ثلاث نقاط. طيب؟ الأول عايزين نجيب مصدر نقطة ايه دي على المستوى؟ خلاص؟ ازاي؟ تخيلها كده. تخيل المستوى في كده والنقطة هي اهي. عايزين نقطة دي على المستوى، احنا اتفقنا ان الشغل بتاعنا كله اسقاط ايه؟ عمود. فانت لما تحب ترسم اي حاجة نزل منها بالبندفرة على المستوى اللي انت عايز تسقط عليه. يعني بنزل النقطة دي بالبندفرة على اللوحة أو المستوى اللي أنا عايز أسقط عليه. أنا دلوقتي عايز أسقط على بطني بس، سيبنا من رأسي كده. عايزين نقطة دي على بطني. هعمل ايه؟ هنزل النقطة كده خط مستقيم او ارسم منها في البنتيكولا على طول. الخط اللي انت هترسمه ده هيتقاطع مع مستوى الافقي في نقطة اهي هي هنا. ده المسقط الافقي بتاع النقطة بتاعي او المسقط بتاع نقطة ايه على المستوى. طب لو عايز تقطع على الراس هنا تقطع ازاي؟ هي بس كده. لو انا عايز تقطع على ده تمام ازاي؟ اي حاجه اي شوف البلين اللي عايز تسقط عليه وتنزل من النقطه اللي بتندفر على البلين ده. يعني هاجي من النقطه كده وانزل من بتندفر على البلين ده. فالمفروض نقطه التقاطع اللي هنا اللي هي دي ده المسقط بتاعك. لو عايز تسقط على المستوى الثالث اللي هو كده وكان مش هنجيبه بعد كده بس انت فهمت ازاي.
لو انا عايز قطعه كده من هنا اشطها ازاي؟ هو المستوى الجانبي تخيل ان هو هنا بنزل من نقطه على مجال، يبقى انا عندي نقطه واللي فيها ثلاث نقاط، مسقط على افقي، مسقط على مستوى راسي، ومسقط على مستوى الجانبي. خلاص ازاي بقى انا هعمل ايه؟ ده ممكن ايه ده؟ ده ده مش الاخضر ليه؟ بص خلي بالك يعني انت الرسمه دي عامله ازاي؟ انا مشيت كده على محور اكس اهو خلاص؟ مشيت كده على محور اكس اللي هو الاخضر ده، وبعدين كنت ماشي كده مودي واي صح؟ وبعد كده طلعت زد فالخط اللي نازل اهو ايه علاقته ده بقى؟ خلاص تخيل ان يعني خلي بالك ان دي كده ماشي يعني انت مشيت اكس واي طلعت زد خلاص؟ ايه؟ هي ده زد كيلو يعني. لا مش عارف ثواني لسه هقول لك المصدر ده يجيب ازاي بس انا عايز افهمك يعني شوف دلوقتي فراغي ده فراغ. شوف دلوقتي الكلام ده هيكمل. انا عايز افهمك بس الرسمه اللي هترسمها دي هتبقى عامله ازاي؟ يعني انا بدي نقطه اهي. عايز اجيب مسقطها على المستوى الافقي ده. بعمل ايه؟ انزل منها عمود اللي هو الخط المنسوب الاسفل بتاع الافقي كده. العمود او الخط اللي انا هسيبه ده هيتقطع مع مستوى الافقي ده المسقط اللي انا بدور عليه. طب نديله رمز ايه؟ نسميها كده ايه؟ اللي هي نفس الرمز بتاع نص سي نحط عليها شرط خلاص؟ احنا دايما اي حاجه وده برضه بالاتفاق يعني انت عندنا في اي حاجه مسقط افقي نديها الرمز ده. يعني ايه رمز ده؟ يعني انا لو جيت لقيت حد رسم قدامي كده مثلا حد رسم لي رسمه خط مستقيم كده ولقيت نمل عليه ام داش معناها ايه دي؟ معناها ان ده المسقط الافقي للمستقيم اللي اسمه ايه؟ اسمه ام ايه من الرمز بتاعه وعرفت منين افقي من الرمز داش. هتلاقي في كليات ثانيه بتسميها A1 يعني انت في جامعات ثانيه بتسميها A1 بس احنا عندنا بنستخدم الرمز داش اساسا. فانت اي حاجه افقي بتديها رمز داش على طول. طب عايز اجيب المسقط الدبل داش بتاع نقطة ايه؟ يعني كلمة دبل داش يعني مسقط راس. تجيبه ازاي؟ بص بقى خلي بالك، يعني هقولها هنا وبعد كده انت هتسمع على الصورة ولا كنا النقطة بتاعتنا ايه؟ عايز تقطع على مستوى الراس. يعني هنزل من نقطة عمود على مستوى الراس، الخط المستقيم ده. كويس؟ لما اجي ارسمها هنا على الصفورة بقى. حد يعرف يقول لي ارسمه ازاي الخط ده؟ النقطة ايه؟ ايه؟ ايه بقى؟ فرق ايه؟ اه بص خلي بالك يعني زي ما بقول لك تخيل محور اكس كده هو العمود على الصفوره. في نقطه ايه؟ عايز تقطع على مستوى راسي ده. لما ارسم من النقطه دي بالبنتجرا على راسي الخط اللي انت هترسمه ده علاقته ايه بمحور اكس؟ لازم يكون موازي صح؟ لان يعني نفس المشكله ان الناس ايه دايما متخيل لا الخط ده خلي بالك دايما محور اكس العمود على الصفوره. بس انا برسمه بالمنظر ده عشان مش عارف ارسمه في الهواء يعني. من غير المنظر ده. خلاص؟ فأنا لما أجي أرسم من نقطة إيه؟ عمود على مستوى راسي كأني هاجي من النقطة دي وأرسم بارلل لمحور إيه؟ يعني أرسم الخط كده موازي لمحور إيه؟ يبقى كده أهو يوازي محور إيه؟ بعدين أكملها إزاي بقى؟ تعرف بقى بعدين إن إحنا بنكمل كده إيه؟ بارلل جرام كده ماشي كده إيه؟ مش الكلام ده عشان إيه؟ ازاي؟
كده او شايفين كده او مشاهدين ده يعني كده ايه طبعا لو انت عايز تكمل الشكل النهاية او تكمل ده كده ده الشكل خلاص لكن انا عندي نقطة ايه انيميشن ليها كم مقطع ثلاثة ايه داش تبقى بس عليه ده بتاع الفيديو ايه داش كده هنسميه المسقط الافقي المنصف دي خلاص كلمة دايما المسقط الافقي هنديله الرمز ده طب الثاني المسقط الراسي كلمة داش المسقط ايه احنا فعليا بعد كده مش هنجيب كلمة داش هما الاثنين دول بس اللي مش كده بقول لك احنا داش قطع عندي عمسين وتعمدين انا هوريك بقى المره الجايه مش هتكلم يعني مش هتكلم على الثاني داش المره دي يعني المره الجايه هوريك ازاي لو انا عارف الاثنين دول اقدر استنتج القياس من غير اي تعقيد خلاص وبعدين خلاص يعني انا وصلت دلوقتي ان انا اي نقطه اقدر اجيب لها ثلاث مساقط ان انا انزل من النقطه دي بالبنديكولار على كل المستوى الثاني كويس ركز ده معايا عشان ايه تحس ان هو يعني خلي بالك كل اللي قلناه يعني كل اللي انا قلته قبل كده مش هنسيبه بعد كده تاني كل اللي انا قلته ده مش هنسيبه ركز بقى عشان اللي جاي ده اهم حاجه. الرسمه اللي انا رسمتها دي. خلاص؟ الرسمه اللي احنا عاملينها دي. دي دايمنشن ولا تو دايمنشن ولا ايه؟ دي طبعا دي دايمنشن. ايه اللي انت عندك ثلاثة اكسس وثلاث مستويات فالكلام ده تو دايمنشن. مش كده بنسميه ايه؟ الشكل اللي انا رسمه ده. ده بنسميه التمثيل الفراغي للنقطة أو يسموه إيه؟ سبيس ريبريزنتيشن خلاص؟ كلمة تمثيل فراغي أو سبيس كويس؟ طب دلوقتي فعليا بقى التمثيل الفراغي ده مش هيهمني حاجة وأنا هسيبه بعد كده خالص ليه طيب؟ لأن أنا أول حاجة قلت لك في المحاضرة الهدف من اي عمل الرسم انا بعمل ايه؟ ان انا يكون عندي 3 دايمنشن صح؟ واحولها 2 دايمنشن. احولها الرسمة يعني. فانا كده ما عملتش حاجه بقى 3 دايمنشن زي ما هي يعني ما عملتش حاجه ايه حاجه جديده بقى. بص بقى ودي يمكن يعني دي عبقريه بقى بتاعت مونج يعني هو مونج اللي عمل الفكره دي مش كاتب الكلام ده كله عليه. كويس؟ بص هو الراجل فكر ازاي؟ انا دلوقتي انا خلاص انا عندي حاجه 3 دايمنشن. عايز احول بقى الكلام ده 2 دايمنشن. عايز اخليهم بدل ان هم ثلاث دايمنشن بالشكل ده احولها لرسمه 2 دايمنشن بص افكر ازاي بقى هو